السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. في هذا الفيديو بغيت نقدم معكم حريشات صغار فرضيين. بسم الله على بركه الله، ندوزوا للمقادير. عندي هنا نص كيلو ديال السميده لهذا الشكل هكا، ديك الرقيقه ماشي الفينو، المويه المتوسطه. عندي هنا شويه ديال الملحه، عندي هنا معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه، وكاس ديال الزيت. والماء باش غادي نجمعوا العجينه، والماء دافي، يكون عندنا الماء دافي شويه. بسم الله على بركه الله، غادي ندير الملحه، غندير خماره، ندوزهم بهذا الشكل هكا مزيان. ندير دابا الطريقه هكا، وعاد ندير دابا الزيت، غندير الزيت وغنخلط مزيان، نبسبس هذا الشيء مزيان. انا البنات ما كندير فيها لا سكر لا عسل، عاديه كتجي بهذه الطريقه هكا هكا. وندوزو للمرحله الثانيه. عندي هنا السميده، خليت هنا شويه ديال السميده عاديه، ما فيها دي عاديه، ما فيها حتى شي حاجه. وعندي هنا جوج ديال لي سيركل، كاين واحد كبير وواحد عندي صغير بحال هذا الشكل هكا، هذا صغير. انا كنفضل ندير في هذا الصغير، هذا نديرهم حريشات صغيورين. بسم الله، كندير لهم هكا بهذه الطريقه. عاد نديرو نفس الطريقة، غنديروها هنايا هكا هكا، كل هاد الطرف السميدة نفندوها هكا في السميدة مزيان، ونحطوها هنا، كنبركو شوية هكا وكنديرو. بعدا غنستمر على هاد الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي ونرجع معاكم. غنشوف اللي طابت كنقلبوها، اللي مازال كنخليوها هكا ترطب على خاطرها هكا، كنقلبوهم
اللي طابت لنا نحيدوها، اللي مازال نخليوها تزيد شي شويه. نحيد هادو اللي طابو ونمسح المقله ديالي من هاد الشيء، هاد اللي تحرق ليا، هاد الفساس ديال السميده اللي تحرق، ونعاود نرجع نصوب الكميه اللي باقيه لي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يشارك معايا، وشكرا لكم بزاف، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوها، ها كتجي زوينه البنات، كتجي غزاله، كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها.